أشك في أنني مسحور ولا أشعر جيدا في نفسي، يقول وأنها يقول وأتهاون في أداء الصلوات وأقع في بعض المعاصي، يقول ما نصيحتكم لي بالنسبة لهذه الأمور؟ عليك باستعمال الورد في الصباح والمساء، الإكثار من ذكر الله والمحافظة على الصلاة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العصر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. حافظ على الصلاة يحفظك الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، مع الورد، مع استعمال الورد وقراءة الآيات والأذكار، هذه حرز وهذه حصن حصين يتحصن بها المسلم، لا يهمل نفسه